فيبطل السحر. عجيب. إذن أنا خلنا ناخذ ما هو سر الوقاية من السحر. يعني واحد خائف من السحر حتى لا يقع فيه، فما الذي يفعل حتى يقي نفسه من السحر؟ جميل. في يوم من الأيام كنت أقرأ على امرأة مع زوجها، فنطق الجني قال لن أخرج. قلت ستخرج، لن أخرج، لا تخرج، المهم قلت سأقرأ عليك القرآن حتى تخترق. المهم جلست أقرأ، قال انتظر انتظر. قلت نعم. قال أخرج منها بشرط واحد. قلت ما هو؟ قال أن أخرج منها وأدخل فيك، في أنا. فقلت له أدخل. فزوجها قال انتظر انتظر يا شيخ، إذا دخل فيك وأغمي عليك من الذي سيعالجك؟ قلت دعه ادخل. فانتظر قليلا ثم بكى الجني. قلت ما يبكيك؟ قال لا يستطيع جني أن يدخل فيك اليوم. قلت لما؟ قال لأنك قلت بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها في يوم كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمس. فهذا أول حرز يحرز الإنسان نفسه من الأذكار والأدعية وكذا، وأذكار الصباح والمساء. يا إخوان، بشرط أن تقول أذكار الصباح والمساء بتدبر وتفكر، لا تقول له أنت مشغول ستحصن بلا شك.